السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. انا دكتور احمد سلامه، وهنتكلم النهارده عن التورك. التورك هو الباكولينجوال انكلينيشن بتاع اي توث، ده اسمه كده باكل روت تورك، يعني الروت انكلايند باكري او كراون لينجوال تورك. تمام، لينجوال كراون تورك او باكل روت تورك، لو عكسناها ده اسمه لينجوال روت تورك او باكل كراون تورك. زي ما احنا عارفين في 6 كيز اوف اوكلوجن ان كل توث بيبقى ليها تورك معين، فكل سيستم بيحاول يقرب من التورك الطبيعي بتاع الايديال اوكلوجن. كل سيستم هتلاقي ليه نمبر معين لكل توث. بتواجهنا طبعا مشكلة في تطبيق التورك، وهي غير البريسكريبشن اللي بيبقى موجود في البراكت نفسه، بيبقى في حاجة اسمها سلوب او بلاي بيبقى بين الواير وبين البراكت، لان مفيش اي واير بيملى الفيرتيكال هايت بتاع البراكت كله. تمام، لو انت استخدمت السايز حتى اكبر سايز 21 حتى، هيبقى لسه في برضو بلاي بين البراكت وبين الواير. بتواجهنا المشكلة دي لو استخدمنا اندر سايز واير في الريتراكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو الواير ده مثلا 16 22، واحنا جينا نعمل ريتراكشن والرود ده طبعا في الايه، في البون، فهتيجي تعمل ريتراكشن اسهل حركة بتحصل هي التابنج. فالواير ده 1622 ورابطينه بالجيتشر وكل حاجة، وبتيجي تعمل ريتراكشن، فبيحصل ايه؟ بيحصل اوفر ريتراكشن للتوث. عشان كده بنقول للناس محدش يستخدم اندر سايزد واير في الريتراكشن، لان هيحصل اوفر ريتراكشن في التوث. لو جينا نستخدم 1925 ستيل في الريتراكشن، والتوث مثلا كانت كده، تمام، وانت بتعمل ريتراكشن هيحصل ايه؟ بيحصل لوك بين الواير وبين البراكت، بيبقى الواير مالي البراكت بنسبة كبيرة جدا، وبيحصل بادي موفمنت اكتر من الايه، الكنترول تابنج، وبيبقى البلاي في الافريج بيبقى 7 ديجريز، فبيبقى اقل بكتير من 1622 اللي بيوصل ل 20 واكتر من 20، حسب طبعا كل شركة والتانية. بيبقى في بعض الشركات بتصنع الوايرز بتعمل راونديشن للواير، ما بيبقاش رايت انجل كده زي ما احنا شايفين، لا بيبقى راوندد. في بعض الوايرات في الحرف بتاعها بيبقى راوندد او بيفل، فبيبقى برضو التورك اقل من التورك اللي انت متخيله. من تطبيقات التورك برضو اللي بتكون موجودة عندنا، ان مثلا لو lateral incisor palatally positioned، فبنخلي بالنا من مكان الابكس. بتتخيل شكل التوث لو هي جوه البون، لو الابكس بتاعت اللاترال في مكانها فبتعمل ايه؟ بتركب البراكت عادي. لكن لو الابكس شكل التوس هي ابرايت من شكلها اوكلوزال كده، ان الابكس بالاتالي بوزيشن، يبقى ايه؟ بنقلب البراكت، يعني بدل ما الدوت بتاعت البراكت بتبقى راكبة ديستو جينجوال هنركبها العكس، هنقلب بس البراكت زي ما هي نفس بتاعت نفس التوس، هنقلبها على التوس ونركبها على طول. لو قلبناها التورك لو هو مثلا بتاع اللاترال ده بوزيتيف 10 وقلبناها هيبقى ماينس 10. تمام، معناه ان هو هيجيب الابكس بتاعت الروت بدل ما هي بالاتالي هيجيبها اكتر باكالي. دي حاجة مش موجودة في اللاترال، بس احنا عشان الابكس اصلا مش في مكانها بنقربها من مكانها بالطريقة دي. لو احنا عملنا مثلا كناين سبستيتيوشن في حالات مثلا هايبودونشي، لو جينا عملنا سبستيتيوشن لللاترال بكناين، بنعمل ايه؟ بنقلب البراكت نفسها، بدل ما هي بالشكل ده بتاعت الابر هنقلبها زي ما هي كده. تمام، بدل ما هي ماينس 7 هتبقى بوزيتيف 7. تمام، بعض البراكت نخلي بالنا في الكناين بتبقى 0، فمش هتفرق الحركه دي. في اللور مولر نخلي بالنا من التيوبس والباندز بتاعه المولرز. في السيستم بتاع الروث بيبقى ساعات ممكن تلاقيه ماينس 30، الام بي تي هتلاقيه ماينس 20، معناها ان المولر نفسه لو ماينس 30 هيبقى بالشكل ده، هيبقى فيه باكر روت تورك اكتر في الروس عن الام بي تي. دي حاجه ممكن ما تبقاش كويسه لو انت بتعمل مثلا ريتراكشن خلع 6 وبتعمل ريتراكشن، فبيحصل لينجوال رولينج غصب عنك او كلاس 2 الاستكس، بيحصل لينجوال رولينج للايه، للمولر. او حتى لو هتجيب روث جيبها 25 ماينس 25، ما تجيبهاش الماينس 30، هتسهل عليك النقطه دي، لان لما بيحصل رولينج ان للمولر الباكل كاسب بيبقى بيطلع لفوق، ده بيفتح البايت ومبيبقاش فيه سيتل اوكلوجن كويس على مكان المولر.
تمام، او ان احنا مثلا نعمل ريتراكشن، بدل ما نعمل ريتراكشن من البكر نعمل ريتراكشن من اللينجوال، نركب مثلا بطن هنا على الكناين، على الكناين نعمل اندر تاي من الكناين للكناين مثلا، وتعمل ريتراكشن على الكليت بتاعة الباند، او تركبها حتى في بوندبل كليتس، تركب على الباند على التيوب من جوه، لو انت مركب تيوب ممكن تعمل بوندبل كليت حتى في اللينجوال سايد اللي هي بتبقى بالشكل ده في بعض الكليتس دي كده، بوندبل كليت بتركب على المولر تمام، ممكن تعمل بيها ريتراكشن او ميزاليزيشن او حتى للكابل فورس لما تيجي تعملها، بس ما تنساش انك الاتاتشمنت دي اللي بتركب لينجولي او باليتالي المفروض لو انت مش مستخدم الكليت تقفله، تقفل الوينج دي عشان بتعور التانج. في حاجة مهمة برضو، ان احنا لما نيجي نركب الواير الستيل في اول مرة بنسيبه فيزيت من غير ما نعمل اي ميكانيكس، فأي ميكانيكس هتعملها لازم الواير يبقى باسف في الاسنان كلها عشان الموفمنت تبقى افكتيف، بيقلل الريزيستنس بتاع الموفمنت على التيث اللي انت بتحركها. زي ما احنا عارفين طبعا ان بيبقى في فريكشن بين الواير وبين البراكت، الفريكشن هو الاحتكاك اللي بين الواير والبراكت لما بيحصل اي موفمنت. الفريكشن ده لو الواير مثلا 1925 وبتستخدم واير ستيل وبراكت ستيل بيبقى اقل فريكشن، استخدمت الجيتشر واير مش قطاي الموفمنت هتبقى سريعة والفريكشن اقل. اللي بيحصل في الموفمنت مش زي ما احنا متخيلين في الستريت واير ابلاينس، المفروض حاجة اسمها سلايدنج ميكانيكس، بس اللي بيحصل مش الموفمنت دي، اللي بيحصل حاجة اسمها تيبنج وابرايتنج، تيبنج وابرايتنج. فلو ده مثلا كناين وانت بتعمله ريتراكشن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل تيبنج، تيبنج موفمنت بالباور تشين، وبعدين الواير ده لو كان 1925 يعني الواير ستيف فهيعمل ايه في التوث؟ هيعمل لها ابرايتنج، وبعدين يحصل تيبنج، بعدين ابرايتنج، تيبنج وابرايتنج، تيبنج وابرايتنج، لحد ما التوث بتوصل في الاخر لمكانها تمام. فلو الواير ده ستيف الموفمنت هتبقى سلسة جدا، لكن لو استخدمت اندر سايز واير كان 1622 اللي هيحصل ان الكريتيكال انجل هتبقى ان الانجل بين البراكت وبين الواير هتبقى كبيرة جدا لدرجة انها تعمل حاجة اسمها بايندنج، يعني البراكت هتعلق في الواير من الناحية دي، وممكن يحصل نوتشنج يعني الواير يبقى فيه زي نقرة صغيرة كده، الواير البراكت هتمسك في المكان ده ومش هتتحرك. فنخلي بالنا طبعا من النقطة دي ان احنا نستخدم السايز بتاع الواير يعني يبقى هيفي ستيل واير طبعا حسب الكيس اللي موجوده، كل فيزيت بنشيل الواير ونبص عليه نشوفه هل هو سموث ولا لا، نمسحه بقطنه بكحول او حتى بقطنه اي حاجه موجوده على الواير نشيلها تماما، ونتاكد ان التيوبس كلها الواير لما تعديه منها تتاكد ان هي بتعدي لحد ما تعدي من الناحيه التانيه من التيوب عشان تتاكد ان الموفمنت هتحصل. وفي النهايه اتمنى تكون استفدت ان شاء الله من الموضوع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.